السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتتبعي موقع بير بريس، أهلا بكم في هذا الفيديو. فنحن أمام حالة وفاة ديال رجل تقريبا في السن ديالو، تقريبا غيكون في الثمانينات الإخوان من العمر ديالو، فإن لله وإنا إلى راجعون. تقدر هذا الرجل أنه تكون عنده تقريبا 80 سنة اللي توفى، فلقاوه في المنزل متوفي تقريبا، وبدات الرائحه كريهه كتصدر من الرائحه كريهه كتصدر منه الاخوان، لان العناصر ديال الوقايه المدنيه فشل تحقوا من اجل انهم يقوموا بالمعاينه. والرجل لقاوه رجل مسن تقريبا 80 سنه تقريبا اللي في العمر ديالو، ولقاوه داخل الشقه ديالو والرائحه كريهه، فالعناصر ديال الوقايه المدنيه اضطروا انهم يديروا لي ماسك. الاخوان على السوق المدني اضطروا انهم يديروا لي ماسك باش يحاولوا انهم يبقاو معنا. اذا كيف ما قلت لكم العناصر ديال الوقايه المدنيه الاخوان اضطروا انهم يديروا لي ماسك الاخوان. اذا الاخوان رجل الاخوان اللي قلت لكم تقريبا عنده 80 سنه حسب المعطيات اللي عندنا، رجل تقريبا عنده 80 سنه، رجل مسن اللي توفى داخل المنزل. مشاهدينا الكرام توفى داخل المنزل والرائحه صدرت منه، فالعناصر ديال الوقايه المدنيه قلت لكم داروا لي ماسك قبل ما يدخلوا، لان الريحه عطات عند الباب. وحتى الناس اللي ريكلاماو، فالناس اللي عيطوا للدائره الامنيه الخامسه بعماله المحمديه شموا الريحه، شموا واحد الرائحه كريهه، فالجيران هما اللي قاموا بالدور. فصعيب الانسان انه يعيش بوحده، لولا الجيران ما شموش الريحه ربما كان يبقى هذا السيد، كون كان في شي بلاصه في خلاء ولا كان الانسان ما يجيبش الخبر. فصعيب الانسان انه يعيش بوحده، فالعائله كتلعب دور صراحه. هذا الشيء علاش كيقول علاش الله عز وجل صله الرحيم زوينه. الانسان ملي كيصل الرحيم كيعرف الجيران، كيعرف العائله ديالو، كيعرف جارو واش مريض، يعرف واحد من عائلته واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. فان لله وانا الى راجعون. ومن زاويه اخرى العناصر ديال مسرح الجريمه، العناصر ديال الشرطه التقنيه والعلميه مازالين حاضرين بعين المكان مشاهدي ومتتبعي موقع بير بريس. في هذه اللحظات كاين تجمهر ديال الجيران والعناصر ديال الوقايه المدنيه هما خارجين، غيبانوا لكم دابا خارجين بالاكسجين، كانوا استعملوا الاكسجين لان كان صعيب شويه الامر، بقى واحد الصعوبه مشاهدي ومتابعي موقع بير بريس. اذا مغادره سياره نقل الاموات في هذه اللحظات، غادي نقولوا ان لله وانا اليه راجعون. فتحيه للعناصر الامنيه، فإن لله وإنا إليه راجعون. في هذه اللحظات السيارة تابعة لجامعة المحمدية نقل الأموات المسلمين تتغادر، ومغادرة كذلك العناصر التابعة للوقاية المدنية بعد مجهود قاموا به مشاهدينا من مدينة المحمدية. عصر يوم الله ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بير بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.